أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول في تشقيق سؤاله جعله فقرات أجبتم عليها جزاكم الله خيرا. يقول كثير من الأمهات تهتم بصلاة أبنائها لكن دون صلاة الفجر، فما توجيهكم؟ ليس في الصلوات شيء مستثنى، الصلوات كلها يجب المحافظة عليها. قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تجب المحافظة على جميع الصلوات الخمس، ويجب أمر الناس بجميع الصلوات ولا سيما الأولاد، فلا يجوز التساهل في صلاة الفجر. نعم.